ولاية تبسة وجهة العائلات التونسية للتسوق والتحضير لشهر رمضان، توافد بشكل كثيف بهدف اقتناء مختلف المواد والضروريات للشهر الكريم. لا نشري كل شيء الحقيقة، معناها هو الموجود غادي موجود لهنا، أما لهنا متوفر برشا. جينا لهنا لتبسة ناخذين خضيات الصغار وباش نروحوا إن شاء الله العشية. نستعد رمضان، والله رمضان تعرف عنده نكهة خاصة ولمة خاصة تلم فيه العيال والصغار والأقارب والأحباب. أكثر الحاجات اللي نجيبوهم نجو لهنا على خاطرهم هي خاصة أنه عندكم المعيشة مرفقة شوية، ما لازمنا نحن جينا نقضوا لسيدي رمضان، شوية فواكه جافة شوية بقول جافة، جبونات، برشا حاجات، معناها مواد تنظيف، عندكم برشا حاجات متوفرين لهنا أحسن منا شوي وأرفق منا شوي. الترحاب الذي يلقاه التونسيين من طرف إخوانهم الجزائريين يعبر بصدق عن مدى عمق العلاقات بين الشعبين. إن شاء الله ديما قال ملمومين في الخير، وإن شاء الله ديما معاونين بعضنا، نحن يعني إخوات الجزائرية التونسية إخوات وكل. الجزائرية والتوانسة إخوة، ونحن نجو نقضوا من هنا ويفرحوا بينا، وإن شاء الله رمضانهم ورمضاننا مبروك، إن شاء الله كل عام هما حيين بخير، كل عام ونحن نجو، وربي إن شاء الله يطيب العشرة من بيناتنا. الجزائر باتت الوجهة الأولى للدول الشقيقة من أجل التسوق والسياحة وفرصة لتوطيد أواصر الأخوة.